ومعنا من القدس المحتلة دكتور جمال العمر المحلل الاستراتيجي الفلسطيني. مرحبا بك دكتور جمال. قرار نقل السفارة يمثل استفزازا للأمة الإسلامية. بحساب الربح والخسارة، كم ربحت الولايات المتحدة الأمريكية وكم خسرت من هذا القرار؟ حياكم الله والمشاهدين الكرام. أخي، الولايات المتحدة الآن تقاد بعقل صهيوني، عقل صهيوني بامتياز. هذا دونالد ترامب ومستشاريه المحيطين به مسكونون بأوهام وسراب شيء متصل بالسماء، أن هناك مخلصا سينزل، وأن هناك بقية لأثر موسى، وأن هناك هيكلا سيبنى، وبالتالي نحن أمام كارثة محققة بكل المقاييس. هذا التصور الذي جعل دونالد ترامب يندفع لا بربح وخسارة دنيوية رغم أنه تاجر، لكن بأوهام توراتية تلمودية خطيرة جدا على السلم العالمي. هذه هي الداعشية بأحلى وأوضح يعني كما قال بوش عند احتلال العراق، ها قد عادت الحروب الصليبية. جورج بوش الابن. هذه تجمع بين الصليبية والصهيونية. يعني هذا دونالد ترامب أسوأ من بوش صاحب الحذاء على وجهه أكرمك الله بكثير. هذا أسوأ، وبالتالي سواء السابق أو اللاحق هم سينصرفون، وستبقى القدس وستبقى بغداد ناصعة كما نجت من هولاكو، سوف تنجو من هولاكو الجديد ومن هتلر الجديد دونالد ترامب. هذا عدوان آثم على كل مسلم في الدنيا. نعم صحيح. طيب دكتور عمر، هل اختيار ترامب برأيك لتاريخ منتصف شهر أيار المقبل الشهر الخامس لنقل السفارة الصهيونية إلى القدس، هل له أي دلالات رمزية مثلا؟ هذا لا يختار، هذا الأحمق، هذا يقاد من الإيبك، هذا عبد وضيع، هذا فرعون صغير وليس فرعون كبير، وبالتالي اختير له وهو ينصاع ويقبل كما وقف ينجس ويدنس بيده المجرمة حائط البراق الشريف الذي هو جزء لا يتجزأ من مسجد الأقصى المبارك. أول رئيس أمريكي بالمناسبة يصل وهو على سدة الحكم إلى حائط البراق، وبالتالي اختير له هذا التاريخ ليكون صفعة على وجه العرب والمفاوضين منهم على وجه الخصوص، ويقال لهم صفعة القرن تطالكم في يوم نكبتكم. هذه النكبة الكبيرة جدا والتي أكملتم عليها بنكبة أوسلو، ها أنتم ترون الذي دفعكم لتوقيع النكبات واحدة تلو الأخرى من الطبلات داود وصولا إلى نكبة أوسلو، ها هو يدفعكم الآن إلى الاعتراف في يوم نكبتكم، أو هو يقوم بيوم النكبة التي لا ينساها أي إنسان، لأنها الآن ممهورة بسبعة مليون لاجئ تركوا وطنهم بانتظار العودة. في ذات يوم النكبة تأتي السفارة إلى القدس. طيب. هذه رسالة جيدة جدا لأصحاب المفاوضات. دكتور جمال، وفق منظور السياسة اليوم، هل لا تزال أمريكا بعد هذا الموقف وسيطا يمكن الاعتماد عليه في حل القضية الفلسطينية؟ لم تكن سابقا وسيطا، وهي اليوم ليس وسيطا، ومستقبلا ليس وسيطا. أمريكا عدو للشعوب، عدو للحريات، تدعم أنظمة مجرمة سفك دماء الشعوب وتقدم لها كل الخدمة، وآخر شيء صنعت لهم دواعش، يعني حتى تبقيهم على سدة الحكم باعتبار أن لهم عدو وهمي مصنوع أمريكيا، وبالتالي هذه أوهام لا تنطلي على أحد. أمريكا ما كانت لا وسيطا نزيها ولن تكون وسيطا نزيها، وهي عدو لدود بالذات للمسلمين. وبينس هذا المجرم نائب دونالد ترامب تفوه مرات عديدة جدا بأنه يكره الإسلام والمسلمين، وأنه سيعمل على انتزاع الإسلام من قلوب 1.7 مليار مسلم حول العالم. هؤلاء يظهرون الآن جهارا ونهارا ويدفعون الأنظمة العربية بعد إنهارهم لكفرهم ولكراهيتهم للإسلام، دفعوا الأنظمة العربية الجزية عن يد وهم صاغرين، 560 مليار دولار لتبنى فيها الهياكل في مكان مقدسات المسلمين ومصر نبيهم. تتزامن هذه الأيام مع ذكرى مذبحة الحرم الإبراهيمي، وقد شهدت الأراضي الفلسطينية تظاهرات كثيرة. ما الرسالة التي يريد الفلسطينيون إرسالها من جراء استمرار تظاهراتهم طوال تلك المدة منذ القرار الأمريكي؟ نعم، هذه رسالة واضحة جدا، وبالتالي يعني الفلسطينيون يقولون للعالم الذي يدعم هذا الكيان في ذكرى المجزرة والدماء التي سالت وسفكت
ما قبلها مجازر وما بعدها مجازر. نعم. ها هو الاحتلال يستطيع أن يقنعكم بشتى الوسائل والطرق أن الفلسطينيين هم الإرهابيين، وأن دولة الاحتلال المسكينة هي دولة الواحد ديمقراطية في الشرق الأوسط وحدها، في حين أن الواقع يعني يشي بأن دولة الاحتلال أكبر مجرم فوق الأرض. نعم. أخيرا دكتور جمال، كيف تنظر لواقع الصراع الآن بعد تطور هذه المواقف الدولية، خصوصا الموقف الأمريكي؟ يعني نرى أن العالم اليوم على مفترق طرق خطير جدا، إما أن يسير وراء هتلر العصر وتصبح حرب عالمية ثالثة لا تبقي ولا تذر، وتكون كارثة على كل البشرية، وينحط العالم بأخلاقه التي ما استفاق من الحرب العالمية الهتلرية الثانية حتى تلقف أنفاسه، ويعني بدأ يبني حضارة جديدة حتى يعود مرة أخرى وينتكس إلى ما دون الحرب العالمية الأولى والثانية. وبالتالي نحن أمام مفترق طرق خطير، إما أن يستفيق الضمير الآن وفورا، وإما فإن المنطقة ذاهبة إلى حمام دم وإلى جحيم وإلى حرب طاحنة لا تبقي ولا تذر. هذا هو الجواب الفلسطيني للعالم أجمع. نعم، شكرا جزيلا لك من القدس دكتور جمال عمرو المحلل الاستراتيجي الفلسطيني.